مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مهارات جديده ووصفات تنول اعجاب حضراتكم يا رب، بسيطه وسهله لكن الولاد كمان منتظرينها جدا. نعمل السلطه يعني هنفضل نشتغل كده حلقات اللي جايه فيها انواع سلطات وشربات. هنبدا بقى ان شاء الله من الاسبوع بعد القادم، الاسبوع اللي قادم هيبقى فيه الحلقه الخاصه بالتوابل والصوصات اللي حضراتكم طلبتوها ان شاء الله. وهنبدا بقى نعمل حاجات شويه شويه من المصنعات عشان نبدا ناخدهم كده ايه خطوات ورا بعض للي بيحب يعمل حاجات دي في البيت. النهارده هنعمل حاجه الولاد بيحبوها جدا، بياكلوها في النادي كتير جدا، وهي بصراحه حاجه تتحب. يعني هي فكره الكورن دوج او اللي هو السوسيس المتغطي بعجينه لطيفه كده بينزل ايه يتقلي ويبقى جميل. في حاجات كتير قوي من الفواكه ننفع نستخدمها بنفس الطريقه، لكن خلينا نقول ان الوصفه دي بسيطه وسهله وهنشتغلها مع بعض النهارده. يعني ايه ان شاء الله يا رب تنول اعجابكم. خلينا نقول بسم الله واقول الاول المقادير. طبعا السوسيس انا عن نفسي بفضل انتوا تقدروا تجيبوا الكبير وتقسموه نصين لو بتحبوا التخانه اكتر، طيب، لكن انا جبت الحجم اللي هو المتوسط. عندي كوبايه من الدقيق العادي الابيض اللي هو متعدد الاستخدامات او الدقيق الفاخر، خلاص، وعندي كمان كوبايه من دقيق الذره، دقيق الذره الاصفر، وعندي نص معلقه من الملح، وعندي معلقتين بيكنج باودر صغيرين، كوبايه ونص من اللبن، ممكن تزيد ازود ميه ازود لبن تاني براحتكم، عندي بيضه واحده، وعندي معلقتين زيت جوه الخليط نفسه. حضراتكم تقدروا تطعموا العجينه دي ممكن بالبصل الباودر، مثلا الثوم الباودر، شويه بابريكا، انتوا حابين تدوها تيست اوكي. انا بشوف في النادي، يعني انا لما بروح بلاقي ان هو قبل ما بينزلها في العجينه ساعات بيحط عليها الجبنه السلايدز اللي هي بتاعه البرجر اللي احنا بنجيبها الصفرة دي، بيروح حاططها ومنزلها في العجينه ويروح قليها، بتطلع برده لطيفه جدا وجميله فيها طعم الجبنه، وما بيطلع بيتحط عليها شويه كده ايه كاتشب ومستر. تعالوا بس نقول بسم الله ونبدا كده نحط هنا المقدار بتاعنا. اول حاجه عايزه بس كده ايه معلقه صغيره، بسم الله الرحمن الرحيم، نص معلقه الملح كده، وانا الحقيقه برضو هحط رشه فلفل بسيطه، وخلينا نكسر البيضه الحلوه دي. بسم الله بسم الله، وهنبدا ناخد من اللبن. خلينا الاول ايه، انا حطيت هنا بس زياده عشان حضراتكم تبقوا عارفين على الدقيق الذره، بصوا هتلاقوا في حته جزء ابيض، ده توم باودر يعني رشه كده ايه خفيفه. هاخد بس الوسخ كده، بسم الله. وعايزه اصدقائنا اللي كلمونا امبارح يقولوا لنا اخبار الكريب اللي جربوا عجنته ايه. هاخد كده هناخد مدام زينب من القاهره. يا صباح الفل، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيكي. ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. معلش انا بشوف حلقه الكريب امبارح، طيب. عايزه بس اعرف طريقه البيتزا بعد اذنك عشان بعملها بتطلع ناشفه، وطريقه الكريب من عيني هنزل لحضرتك حالا، ويا ريت حضرتك برضه تدخلي على اليوتيوب تشوفيها، مهمه شوفي التكنيك، بس حاجه بسيطه جدا. تسلمي لي يا فندم، انزل لحضرتك حالا المقادير. شكرا لحضرتك يا فندم، اتفضلي يا فندم في حفظ الله. ندى بعد اذنك نزلي لنا عجينه الكريب، وبعد اذنك نزلي لنا كمان البيتزا اللي احنا عملناها، الميني بيتزا الصغيره اللي هي العجينه القطنيه. هنزله تاني، وعندنا كده ايه البيكنج باودر معلقتين صغيرين، انا عايرت بس كوبايه لكوبايه بنسب متساويه، وقلبت كده، ولو احتجت سوائل هزود. هنشوف بس العجينه كده توصل لايه واحنا مع بعض. ماشي الكلام، تعالوا بينا بقى هنصب الخليط اللي احنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب ونشوف الخليط اخباره ايه. بسم الله كده، مقادير الكريب اهي حالا معانا يا فندم. معانا نص لتر من الحليب يعني كوبايتين، ومعانا ثلاث بيضات، وممكن يبقوا بيضتين وممكن يبقوا بيضه واحده، برضه هتكفي على نفس المقدار ده هيطلع ناجح. وعندنا كوبايتين الا ربع من الدقيق متعدد استخدامات او الفاخر،
وكمان عندنا ثلاث معالق سكر، معلقه صغيره من الفانيليا. وفي بقى للزبده هندوب الثلاث معالق دول ونضيفهم، وكل الخليط ده حضرتك هتضربيه في الخلاط مع بعض. هنحط بدايه بالسوائل والبيض ثم المكونات الجافه، اضربيهم كويس قوي، نزلي كده من الجوانب، وبعدين يتصفى ويتساب يرتاح ربع ساعه. وبعدين حضرتك تسخني طاسه، مهم جدا تسخين الطاسه في اول مرحله علشان ما يلزقش منك وتتضايقي. وبين كل واحده والتانيه حضرتك بتعمليها بتحطي دهنه مسحه زيت، سواء منديل او بالرش كده في الطاسه اللي مش بتلزق. طيب بالنسبه لي انا بقى البيتزا هنزل حالا لحضرتك، عملنا معجنات جميله جدا من الميني بيتزا تنفع للبيتزا الكبيره، قطنيه يعني مش هتنشف منك ابدا ان شاء الله. بس حضرتك بعد اذنك ادخلي شوفي الحلقه على اليوتيوب علشان ما هتشوفيها هتفهمي ان الموضوع يبقى ملمس بس العجين شكله ايه واحنا بنشكلها شكلها ايه. بصوا الخليط، انا عايزاه خليط كده تقيل في تقل، شايفين ازاي؟ عشان يثبت برضو على الايه؟ وحدات السوسيس. ماشي كده؟ هشيل بقى الويسك ده وهبدأ بقى ايه؟ نشيل برضو اللبن ده. عايزه اقول لكم هو يعتبر يعني السوسيس ده اصلا من اقدم اللحوم المصنعه في العالم، عمره تقريبا يمكن اكتر من 2000 سنه. وفي بلاد بره بيستخدموه دايما في الحفلات والاعياد والمناسبات وما الى ذلك. انا هنا بسخن الزيت، معانا عجينه البيتزا اهي. لو حضرتك هتعملي كيلو دقيق اختاري الدقيق الخاص بالبيتزا او بجميع الاستخدامات. هنعمل ايه؟ الكيلو دقيق عليه 3 معالق سكر، معلقتين كبار من الخميره الفوريه، عليهم كوبايتين ميه دافيه، ميه تكون فاتره، تلت كوبايه من الزيت النباتي او زيت الزيتون اذا تفضلي، ورشه ملح. دي العجينه الاصليه. هنخلط بقى الخليط الحلو ده مع بعض لحد ما تحصلي على عجينه لينه ولكن ما بتلزقش. وبعدين هندهن بوله ونحط فيها شويه زيت، وحضرتك تغطيها وتعملي الطريقه بتاعتك التقليديه. هتقطعيه بقى على قد حجم الصواني وان شاء الله تستمتعي بالعجينه دي وهتطلع ناجحه مع حضرتك. وما تكتريش الزيت، الزيت ممكن يكون احد العوامل اللي بينشف العجين. كمان نوع الدقيق مهم قوي، نوع دي اللي حضرتك بتستخدميه مهم. طيب كده احنا قلنا السببين المهمين. انا هنا بسخن، هحاول بقى وانا مع حضراتكم كده ندخل السوسيس ده في الستكس دي. دي ستكس شيش طاووق، تقدروا بقى تطلعوها تقدموها في كاس كبير، تقدموها مثلا تجيبوا بطاطسايه او نص خصايه او كرومبايه وتغلفوها بالفايل وترشقوا الحاجات دي كده ومعاها الكاتشب المستردة، الحاجات اللي الولاد بيحبوها. ان شاء الله هنعمل حلقه خاصه بالكاتشب المستردة والصوصات الحلوه نعملها في البيت للي بيحب قوي يتعامل بحاجات البيت. طيب انا هاخد القصيرين عشان هم ممكن ينزلوا هنا، طبعا بشكرهم انهم قصوهم. اوكي هاخد كده بسم الله من هنا، هبدا بالراحه خالص بطول السوسيهيه نفسها قبل ما تطلعش لفوق، بس حسيت انها قربت توصل لهنا. خلاص كده بقى في كل الحاجات نبدا بقى الحاجات الشتويه ان شاء الله، يعني هنعدي الاسبوع اللي جاي نعمل الحاجات اللي اتطلبت مننا، وانا مع حضراتكم متواصله. كل اللي بتطلبوه بحطه الحقيقه في الاولويات علشان تبقوا اللي بتحتاجوه تلاقوه ان شاء الله في مهارات عظيمه دايما على قناه الاهلي. كده اهو سايبه بقى دي شويه كده العجينه كده شويه. هنعمل ان شاء الله البولوبيف كمان مع بعض البيتي. والله بصوا انا كنت اول مره اعمله حقيقي، يعني طبعا لسه ما عملتوش في الاهلي، لكن اول مره كنت اعمله خالص طلع حقيقي طعمه حلو جدا حقيقي. وعايزه اقول لكم اللانشون اللي احنا عملناه من غير اللحم والفراخ، عايزه اقول لكم الناس هنا حقيقي تحكم. في ناس خدوا معاهم لاصحابهم كانوا مستمتعين بيه جدا، عايزه اقول لكم كان طعمه حلو جدا. وانا يعني لما طلع معايا بجد على الهواء ودقته هو دافي كان طعمه رائع. فيعني بصوا حاجات في البيت جميله ومش مكلفه بجد، بس كمان الحاجات اللي بنستخدمها فيها حاجات مفيده ضمنها. هنعمل البولوبيش من اللحمه بقى، من اللحمه، بس اللحمه لازم هتبقى فيها شويه ملبسه سنه. هنعمل بقى بولوبيف وان شاء الله نعمل السجق.
هعمل لكم بقى السجق ده ايه، فراخ ولحمه. في طريقه سوري حلوه قوي عجبتني وحبيت ان انا يعني اشارك حضراتكم بيها ان شاء الله. ومش مهم الهانك، لو الهانك مش هيبقى موجود اللي هو الغلاف او اللي هنحط فيه هنحشي بيه، هقول لكم على طريقه تانية بديله للي ما عندهمش، للي ما عندوش او للي مش متحصل عليه بسهوله. يعني هنعمل كله، معلش انا عايزه ايه، بسم الله اوسطنها. ايوه كده بنأسس بقى كل الحاجات دي كده مع بعض. بسم الله. زيت سايباه يسخن جنبي، طبعا هو بيحتاج بس حاجه زيت عميق وده المهم. هنعمل بقى كده كتير في حاجات فاكهه حلوه للولاد ان شاء الله، علشان برضو الحاجات دي بتفتح نفسهم قوي، بتخليهم فترات المذاكره والامتحان يبقوا مبسوطين بالايه، بالاداء اللي بيعملوه. اهو كده معانا مين يا حبايب قلبي؟ كده خلوا بالكم الكيكس والبسكوتات في فتره الشتاء دي، المخبوزات عموما بصفه عامه بنستخدمها كتير وبنملها اكتر. انا كده تقريبا خلصت كله زي ما حضراتكم شايفين، بجهزهم بقى جنبي عشان يبقى في العجين وخلاص. طيب لما اجي بقى هستخدم العجين هبقى لازم اصب العجين ده، يعني نديله تقليبه كده ممكن بسباتولا. بسم الله. محتاج بس معلقه من الدقيق الابيض، شويه هو المعيار كان مظبوط فعلا بس انا ايه كده. بصوا بقى زي عجينه الكيك التقيله سنه مش تقيله قوي اهو. اللي عايز يطعم زي ما قلنا باي توابل مفيش مشكله خالص. خلينا بقى نجرب كده في السوسيهايه. انا عايزه اخد هنا في الكوبايه دي عشان اعرف اغطسها كويس. خلينا نشوف كده. طبعا نقطتين الزيت هنا. بسم الله كده شايفين ازاي. ليه انا تقلتها؟ عشان لو لسه اول مره حضراتكم بتجربوها ما تغلبكوش في السوائل اللي بتنزل من حواليها، ما تضايقكوش. هو الزيت ايه اخباره؟ معانا ريحانه، يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير حبيبتي، اهلا بيكي. ازيك كيف عزيزتي؟ الحمد لله بحضرتك، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك كل الدنيا كلها؟ الله يبارك في عمرك فندم، بخير الحمد لله رب العالمين. معلش انا ما شفتش بس الحلقه من اولها، ولا حضرتك حاطه ده كفته ولا سوسيس؟ ده سوسيس، اللي هي العجينة السوسيس اللي هي الكورن دوج اللي الولاد بياكلوه في النادي، متغلف بعجينة كده. لا حلو، تسلم ايدي. تسلمي يا فندم، شكرا لحضرتك. بس كنت عايزة عيش اللي بالرطة. من عيني حاضر، ننزله لحضرتك من عيني يا فندم. أشكرك أشكرك. شكرا لحضرتك، اتفضلي. بصوا بقى. هنا. بعد إذنك يا ندى، عايزين العيش اللي بالرد. طبعا لو حضرتك عندك وقت لليوتيوب هتشوفي انا عملته، ابحثي عنه هتلاقي الوصفه جميله بصراحه، طلع عيش رائع وعملته في الفرن بتاع البيت، طلع ناجح وجميل جدا، واحلى حاجه انه اتعمل في البيت. كده الزيت بس المفروض يبقى سخن قوي، لازم تسخنوا لي بوتاجاز يا اولاد، لازم، مهم الموضوع ده. ماشي، هننزل بقى العيش بالرده لمدام ريحانه.
ونزود هنا شويه تاني من العجينه. ماشي كده. عايزه بس ابعد دول عن بعض. لازم يسخن الزيت، اول ما بيسخن ما بيعملش كده. خليني ايه، معلش انا هسيب دي حتى لو وقعت اللي جاي مش هتقع ان شاء الله. يلا بينا. يسخن بقى شوية، مش هكمل دلوقتي لما نطلع دول وبعدين نشتغل على الباقي، علشان ايه البيكنج باودر كمان ما يبقاش اخد وقت طويل قوي في التخمير. لازم الزيت يكون سخن جدا، ما ينفعش يبقى بارد زي ما انا عملته. ودلوقتي بقى انا ايه، انا عقبال ما احمر دول والزيت يكون سخن هبدا اعمل مع حضراتكم كوش تاني اول ما ترجعوا لي بعد الفاصل. في انتظار حضراتكم ان شاء الله نكمل بقيه الكورن دوج، مستنياكم. رجعنا لحضراتكم مره تانيه بعد الاستراحه. بصوا بقى لما الزيت بيسخن، معلش انا طلعت طبعا واحده حصل لها كده ايه. بصوا بقى لما الزيت بيسخن بتطلع مظبوطه ازاي. مهم قوي ان الزيت يبقى سخن. شوفوا تريكس صغيره وبسيطه بس تخلينا ايه مبسوطين من الوصفه. هنزل لحضرتك حالا العيش بالرده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو، شايفين جميل ما شاء الله. ده حقيقه يعني هي دي طلع لها زي ده، بس مش مشكله هنشيلها عادي. حطوا بقى عليه شويه كاتشب كده ومستارده وسيبيهم سيبوهم ياكلوه كده بشكل جميل. خليني معلش اخد التاني المعدن لان ده شوفوا بقى السيليكون بتاعه انواع. والله لو اوريهم عشان المشاهدين يبقوا فاهمين هما بيشتروا، احنا بنخدع. تسلم يا رب. تاخد كده كل شويه بزود شويه في العجينه، باخدها كده داير ما يدور عشان اغلفها. وزي ما حضراتكم شايفين كده اهي، ومعلش ايه بقطع حته لضمانا عشان تطلع معايا على طول ما تبقاش اكبر من الوك اللي انا بشتغل فيه. طبعا هو عنده ما بينزلش في وك، بينزل في فراير، فالفراير بيبقى طويل ممتد كميه من الزيت رهيبه، فبينزلها واقفه كده. في ايه يا سبايدر انت بخير؟ ها سمعت صوت كده؟ ده كويس، كنت هتقع ولا ايه؟ طيب ماشي. كده لحد ما نكمل كميه حلوه كده، وبعدين نزود هنا كمان باقي العجينه. كل شويه هزود، كل ما تنقص هزود شويه في الكوبايه لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. عيش الرد هينزل على الهواء لحضرتك دلوقتي اهو. معانا كيلو دقيق، معلقه كبيره من الخميره، رشه سكر، ثلاث معالق زيت، ميه للعجن، ورده حضرتك هتفردي عليها العيش هيبقى من ناحيه واحده بس. طبعا لازم يخمر ويتقطع زي ما حضرتك تحبي، وبعدين تبداي تفردي الرغيف على قد ما انت حابه الحجم بتاعه على الرده دي، وبعدين بيترص ويدخل الفرن. لازم يكون الحراره عاليه، يعني لازم تسخنيه كويس 220-250 الاول، علشان المخبوزات دي بتحب العيش بيحب حرارة عالية. طبعا ما ننساش رشة الملح في أي مخبوزات حلوة أو حادقة. ماشي بصوا أنا بحط بس واحدة واحدة ليه بقى، لأن أنا عايزة أوري حضراتكم إنه الدنيا تمام أهو. أدي شكله، عايزين بقى تدوله يعني شكل أكتر من كده أو لون أكتر من كده اللي يريح حضراتكم. بس هو بصراحة حاجة جميلة يقدروا ياخدوها معهم كمان المدرسة، سهلة وبسيطة. تقدروا تجهزوا العجينه دي على فكره تبقى في الثلاجه عادي من بالليل، تاني يوم الصبح على طول نروح عاملينها في كام واحده كده وياخدوهم معاهم سخنين. اصل انا ابني الحقيقه زي حال ناس كتير برضو بتشتكي من نفس الواقعه، عايز معاه هيتر المدرسه. يعني ايه ده برد برد ايه حبيبي، ده لسه معمول، بعدين الحاجه لازم تتعمل الصبح، ما ينفعش ياخد الحاجه من بالليل. دي ما فيش حاجه اسمها عيش يبات بالليل. انا نفسي ما باكلش عيش بايت، ما مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده، لازم مخبز جنب البيت.
فحاجات كده معينه الاطفال سبحان الله كل واحد ليه مقاييس في اكله اللي بيحبه، فلازم يبقى الاكل سخن ولو برد ما يحبوش ومش عايزه يعمل ميه يعني يعمل. طب ما هو حبيبي هياخده سخن مولع لازم هيعمل كده، يقول لي لا مش عاوزه كده، فكل واحد ليه طريقه. فما بياخدوه كده الصبح حتى لو فطروا منه وحدايتين قبل ما ينزلوا اهم فطروا، ونديهم الحاجات التقليديه اللي احنا عايزينها. بس الولاد والله بتميل للحاجات دي، تشتريها من كانتين المدرسه بتبقى بارقام فلوس كتير قوي، وبيصرفوا مصروفهم في حاجات يعني بتبقى حبايبي مش ممكن تتعمل في البيت بشكل يعني احنا مطمئنين ليه اكتر. زيت نظيف مغليش، ده اول مره يتحط الزيت ده فانا هستخدمه، اخري هستخدمه تاني مره بكره على نفس الوصفه هصفيه. عارفين حضراتكم اللي هو ايه، اللي هو انا ضامنه كل حاجه انا بتعامل بيها في بيتي، فاهمين قصدي ازاي؟ بس اخر شويه بقى عشان نقفلنا الكميه اللي باقيه. العيش في البيت يا جماعه والله من اجمل المخبوزات، هو والكيكس والبسكوت. انا يمكن في العيش مقله في، بس بحب طبعا، خدت يعني خدت كورس المعجنات في مكان راقي جدا عشان اعرف العيوب فين والنصايح اللي تفيدنا فين، وده مهم. لكن انا يمكن ما بخبص كتير عيش في البيت عندي الا فطاير زي اللي انا وريتها لحضراتكم، باتيهات وكرواسون ممكن، الحاجات اللي هي الزيت اول ما بيسخن قوي برفعه بقى كده في جنبه وخلاص هيستوي عشان ما يبقاش ايه معرض ان يحترق يعني. اهو وبعدين هنعمل سلطه لطيفه قوي احنا بنحبها في محلات البيتزا لما بنروح ناكل بيتزا، احنا عملنا قبل كده الكولسلو، هنعمل ان شاء الله دلوقتي سلطه الفاصوليا اللي هي المسكره. معانا ناخد الاول مدام هبه حبيبتي. صباح الفل. صباح الفل. اهلا 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 بحضرتك. عامله ايه؟ ازيك يا فندم؟ الله يسعد قلبك يا فندم. حاجاتك الحلوه جميله اللي بتسلم ايديكي عليها والله. الله يخليك يا فندم. وسوسيس وكل الحاجات اللي الاطفال بتحبها دي الله يعني جميله. الله يخليك يا فندم. وصحتك. الله يسعدك يا فندم، شكرا. ونشوفك دايما كده بخير يا رب. امين يا رب. تسلمي لي. لو ليكي حضرتك اي طلب اموري مدام هبه. جميل والله. يعني بصي كل حاجه حلوه، انا يعني عماله متابعه على الصفحه بتاعت حضرتك وكل حاجه بقيت افتح دلوقتي واتفرج بقى يعني. ده شرف ليا يا فندم، شرف ليا والله. يعني كل حاجه جميله بتعمليها والله. تسلمي. الله يخليكي ويحفظك يا فندم. ان شاء الله. تسلمي. شكرا مدام هبه، وشكرا يعني مكالمه حضرتك اللي احنا سمعنا صوتك يا فندم، شكرا ليكي، شكرا لمتابعتك كمان. بصوا بقى نخلص نعمل بقى ايه اللي احنا عايزينه. عايزه اقول لكم بقى هنعمل كمان حاجات كده جميله، بصوا مشهي، حط بقى عليه شويه كاتشب ومستارده مايونيز. بس انا بقى ان شاء الله هعمل لكم الحاجات دي كمان في البيت. الدايت احنا بقى، ما احنا بقى على فكره احنا نقدر نستخدم هنا مكان ده دي شوفان مع دي در عادي جدا ويبقى عادي ويطلع جميل وطعمه روعه. جربي بقى يا نودي قولي لي، اصل ندى عامله معانا دايت واحنا بنحاول نساعدها الحقيقه يا فندم عشان ما نبقاش ناس ايه بتكسر المقاديف، صح كده؟ المشكله على فكره بيدخل الفرن طبعا، بس بصوا بقى العجينه دي مش هتبقى هي دي، هنتقل العجينه لما تبقى عجينه زي عجينه البيتزا او العيش. فهمتوني ولا ما فهمتوني؟ هنتش بنتش جرب وانتش. فهمانين ولا مو فهمانتش؟ يعني السايله دي مش هتدخل الفرن، هتفرش ومش هتبقى مظبوطه. لكن حضراتكم عايزين تعملوها في الفرن، ده سؤال جميل وعجبني، حضراتكم تقدروا توصلوها انها تبقى عجينه متكامله ونفردها ونحط السوسيسه جواها ونقفلها وتدخل الفرن وتطلع زي الفل برشه زيت، او حتى حطوا معلقتين زيت جوه العجينه فقط لا غير، هتطلع رائعه. وطبعا دلوقتي هقدم الطبق القمر ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا يعني هستسمح حضراتكم في بريك سريع ننظف الحاجات اللي حوالينا ونرجع نعمل السلطه الجميله دي ونشوف الحلو اللي هنعمله النهارده، حلو من الحاجات اللطيفه تجمع بين الوصفات العربيه وفيها كده رونق منها وحاجات احنا بنحبها. اسمحوا لنا نطلع استراحه وفي انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.